ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا. قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم. لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.